السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طيب، هل ملك اليمين للرجل والمرأة أم للرجل فقط؟ للرجل فقط يا حبيبي. للرجل فقط. طب معلش سؤال كمان، جزاك الله خير. أنا طلبت من حضرتك من فترة يعني محاضرة عن البدعة لأني لا أفهمها، جزاك الله خيرا، فممكن تعملها بالله عليك؟ ربنا المستعان إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ.